السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا على لايك عشان يوصل لكم كل جديد. والآن نوفيكم بأسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. ونبدأ: أسعار حديد عزة 19650، أسعار حديد بشاي 19600، أسعار حديد عتال 19550، أسعار حديد عطية 19000 جنيه، أسعار حديد سرحان 19000 جنيه، أسعار حديد المراكبي 19550، أسعار حديد المصريين 19550، أسعار حديد الحديد مصر الكومي 19000 جنيه، أسعار الحديد المعادي 19000 جنيه، أسعار الحديد العشري 19300 جنيه. أما بالنسبة لأسعار حديد مصر ستيل فهو 19400 جنيه. يرجى العلم أن الأسعار المسكوعة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وحسب المصدر فإنها تشمل تكاليف النقل دون مصاريف الإكرامية والتعتيق. أما بالنسبة لأسعار الأسمنت فهو كالتالي: الأسمنت، أسعار الأسمنت البروتلندي العادي سعر أسمنت المسلح 1590 ل 1600 جنيه، سعر أسمنت النصر 1555 ل 1560 جنيه، سعر أسمنت وادي النيل 1550، سعر أسمنت الأفراج المخصوصة 1570 ل 1575، سعر أسمنت حلوان 1590، سعر أسمنت السويدي 1640، سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت 1500 جنيه، أسمنت المسلة 1520 جنيه. أما بالنسبة لأسعار أسمنت الأبيض في الأسواق المصرية فهو كالتالي: السيناء للأسمنت الأبيض العادة ب 2600 جنيه، سيماء للأسمنت الأبيض سوبر سيناء 2500 جنيه، رويال ألمنيا الأبيض سوبر رويال 2500 جنيه، رويال ألمنيا الأسمنت الأبيض رويال العادة 2500 جنيه، أسمنت حلوان ألمنيا الواحة الأبيض 2500 جنيه. أما بالنسبة لأسعار الأسمنت المخلوط فهو كالتالي: أسمنت أسيوط 1070 وأسمنت حلوان الواحة 1100 جنيه. أما بالنسبة لأسعار الأسمنت المقاوم سي ووتر فهو كالتالي: الشركة العربية للأسمنت المقاوم 1650، أفراج الأسمنت قهر البحار 1640، السويس للأسمنت السويس سي ووتر 1640، السويدي السويدي المقاوم 1670. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لدعم البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.